ترجع لنادي الرياضي، لأي مدى بعدك بتحس حالك بأجواء هالفريق اللي انت برزت وتألقت معه قبل ما كمان يعني تكون مع فرق لبنانية أخرى؟ وأكيد أنا بدي أقول لك مبروك هون، استغل فرصة لفوزك ببطولة الأردن. اول شيء حبيب قلبي ثانك يو، واكيد لي الشرف انه اجي على نادي الرياضي والعب مع نادي الرياضي اليوم. يعني بعدني يعني بدي اشوف هلا احضر شوي تيب لاشوف فوت بالجو مع الشباب، وان شاء الله نقدم مستوى احسن من اللي قدمناه اليوم. كان شوي يعني مستوى تعتيه وخاصه مني انا، فنحضر شوي تيب ولازم نتعلم من اغلطنا اليوم. بكره مباراة البيج جايز امام مايتي سبورتس، رح يكون لك اكيد رول كتير كبير على ارض الملعب، كيف تشوف هالمباراة؟ يعني I have to give what ever the coach wants me to give، يعني بدي اعمل اللي بده اياه يعني اعمله الكوتش. بنشوف بكره شو الجيم بلان، وي هاف تو اتاك ات. ثانك يو حبيبي، جود لك.